يا صباح البشت. نعينا اخيرا استحميت. اخرس انت ما نظفتش العربيه ليه؟ ما لقيتهاش. ايوه اصل الدنيا مشتيه تلج زي ما حضرتك شايف، والعربيات زي ما انت شايف كده حضرتك كلها تلج، اجيبها منين؟ إيه؟ ربنا يخلصنا من الهم دي. ربنا يخلصنا انا من قرفك. غور وقف لي تاكسي. حاضر. بتنفخ عليا ليه؟ اطلع على شارع النيل الازرق. النيل الازرق ما خلاص يا باشا، بقى اسمه النيل الابيض، كل حاجه بقت بيضه. الازرق قال ده ديب فريزر وفتح علينا. البرد ده احنا بنتشفى يا باشا، انا بموت خلاص. انت بتقول فيها؟ الصيف السنه دي جاي برد جدا. بص يا باشا، اللي بيحصل لنا ده تغير فسيولوجية الارض. زمان كان الواحد ايه بيقول انا بكسب من عرق جبيني، ومحسوبك يا باشا والله كان له عرق يتحكى بيه اهل شبرا كلها. ده ملوش علاقه بالجو. انا شامم عرقك من هنا. واسكت شويه عشان انت رغاي قوي وانا مش فايق لك. ادي وقفت شويه بطاريك بتعدي هنا شايفها. اكيد يا باشا في عاصفه ثلجيه عند كوبري الجامعه هي اللي موقفه الدنيا. ثلجيه قوش. خد يا ابني معاك ايه؟ ايس كاب، الكوفيه العجيبه شمسيه للمطره، ومعايا فيتامين سي فوار برضه، كونجستال. اديني شمسيه واي حاجه للصداع. شتى دنيا تزيد موسمنا ويحلى، وتدفو مي زرع جديد بحقلتنا يا سعيدة. سعيدة مبارك. اديني 8 علب مارلبورو. ابيض ولا احمر؟ احمر. احطهم لك في شنطة؟ لا، هشربهم هنا. باشا الفراخ في القش يا باشا. بص يا عم هتموت نفسك. سراج الدين بعتذر. سراج الدين بعتذر. انت ظابط فاشل. العملية دي باظت تاني مرة بسبب توجيهاتك الغبية. توجيهاتي أنا الغبية؟ توجيهاتي أنا. طب أنت موقوف عن العمل وبتحول للتحليل. أنا موقوف عن العمل؟ كيف أفضل يا بابا؟ طبعا حضراتكم عارفين سياده النقيب سراج الدين بعتذر. انا اللي بعتذر يا فندم على تكمله المهمه دي، بقدم استقالتي. سراج من اكفأ الضباط اللي عندنا، ده غير ان وشه مش معروف. انسى اللي فات بقى وركز في المهمه. هتنسى دي؟ ولو انا نسيتها ولادي اللي بيزعوني كل يوم من النوم عشان يلعبوا اكس هو على وشي هيكسوا. وخدت جزاء عمروسي بيه، اتوقفت 3 سنين عن العمل وقعدتهم في بيتنا، ايه المطلوب مني اكتر من كده؟ الراجل اعتذر وخد جزاؤه. انسى بقى كل الخلافات اللي بينا عشان خاطر مصر. مسكتني من ايد اللي بتوجعنا يا فندم. حاضر. اتفضل يا صبحي. طبعا حضراتكم كلكم عارفين واكيد درستم في اعدادي ان مصر كانت تتمتع بجوها اللطيف. حار جاف صيفا، دفيق ممطر شتاء. انما الحقيقه من 5 سنين اتقلب الحال خالص، واصبحت برد موت صيفا، ديب فريزر شتاء. لحد امبارح كنا فاكرين ان اللي بيحصل دوت غضب من ربنا سبحانه وتعالى، لكن بعد تحرياتنا اكتشفت ان الحمد لله ربنا راضي عننا. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. طب ولما هو الحمد لله ربنا راضي عننا، امال ايه المشكله؟ التحريات بتاعتنا اثبتت ان في بتاعة كده اخترعت من كذا سنة. البتاعة ديت هي اللي ليها علاقة بتغيير الطقس، واول ما جربت في مصر، واعتقد انها نجحت. خلص يا صبحي. لا حاضر يا فندم. ده فيليو ابن زعيم المافيا في ايطاليا. ما شاء الله، حلو قوي.
إيطالي بقى والمتحكم في شؤون الأمور دلوقتي في المافيا الإيطالية. جات لنا معلومات إن المافيا الإيطالية وصلت لاتفاق مع المخابرات الروسية إنها تبيع لها البتاعة دي وتسلمها لهم في إيطاليا على يد أهم وأخطر رجال المخابرات الروسية. اللي هو مين؟ قصدك اللي هي مين؟ ماريان بيليجريني. لا 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 دي كده جابت قلة أدب وأنا منسحب. لا لا آسف يا فندم كمل، أنت جيت في أهم حتة مش هقاطعك. تتحدث 10 لغات، شخصية خطيرة جدا، ذكية جدا، عسلية جدا. يا سيدي خلص بقى، عايز أقوم أروح الحمام، إيه المطلوب مننا؟ مسألة واضحة زي الشمس. أكيد المطلوب طبعا إن إحنا نجيب البتاعة دي منهم قبل ما يسلموها لمريان. الموضوع مش بالسذاجة قوي كده يا عم الأول. من حسن حظنا ان ماريان والمافيا الايطاليه دايما لما بيتقابلوا في الاماكن العامه، مطاعم، كازينوهات، قال يعني عشان ما يلفتوش الانتباه. خطتنا كالاتي. ايه؟ احنا هنسافر على اننا بنعمل فيلم في ايطاليا. اثناء تصوير الفيلم هنصورهم وهم بيجتمعوا بكاميراتنا واجهزتنا. فيلم؟ فيلم ايه؟ الحقيقه مش عارف، بس لحد ما اعرف نسمي الجزيره. اه بس في فيلم اسمه الجزيرة. الجزيرة 2. في فيلم اسمه الجزيرة 2. الجزيرة 3. في كلام انهم هيصوروا الجزيرة 3. الجزيرة 9. في الجزيرة 9. في فيلم اسمه الجزيرة 9. لا مفيش الجزيرة 9. كمل يا صبحي. بما ان الحملة اللي احنا بنعملها دهيت عشان نتخلص من الديب فريزر اللي احنا عايشين فيه، فانا بقترح ان احنا نسمي العملية بتاعتنا بعد اذن معاليك طبعا حملة فريزر. على خيرة الله، ربنا معاكم. أقوم أنا بقى أروح أعمل بيبي. لا 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 لا، ده إيه ده؟ إيه العبط ده؟ في تعديلات كتير جدا في السيناريو. أنا هقعد بقى يا جماعة أتفرج على التعديلات بتاعت السيناريو، أنا عايز أركز في الشخصية اللي بلعبها. شرباجي. نعم. قلت البوفيه على النسكافيه بتاعي؟ حسن يا ريس. فهمت البهايم دول النسكافيه بلاك؟ بدل ما اخليهم بلاك على دماغك وعلى دماغهم. بلاك قوي يا نجم. اتفضل. غفران معلش استنى ثانية، هو انت غفران أول مرة تعمل مكياج شخصية عزت؟ معلش شخصية عزت عندها لحظات ضعف كده، فعايزين نخف الميك اب شوية، ساعات بيبقى لازم يبقى شاحب. أنا يا نجم؟ هشحبك يا نجم. وحمام الكريم ده، روح يا ابني ادهلي الكوافير. أنا يا نجم. كلكم بهايم وانت كمان يا شرباجي. سوري يعني ده مؤاخذة صاحبي. ايه ده؟ ايه ده؟ معقول يا مديح؟ لسه ما خلصتش؟ الاستاذ مرعوطي قالب الدنيا بره والاستوديو واقف علشانك، يلا عشان تلبس يا بلبوصي. ماشي يلا يا ابني لبست. انا عايز اعرف انا ليه لابس لبس الفيل؟ ها يا استاذ مرعوطي، انا ليه لابس لبس الفيل؟ مديح ليه لابس لبس الفيل يا ريس؟ انا متفق ان انا هعمل دور الدبدوب عزت، ملبسني فيل ليه؟ ها الزم حدودك يا مديح، انا هنا المخرج. يا ريس انا بحاول اتخن نفسي بقالي اكتر من 4 اسابيع عشان اعمل الدور ده. انت اساسا اتخن من الدبدوب، انت ان قوي في الفيل يا ريس. انا عملت الفيل ده 100 مره، خلاص جبت سقف الفيل مش طموحي. وبعدين انا خايف يعني المنتجين بقى يبداوا يحصروني في دور الفيل ده. هو حد يعرفك اساسا ولا حد بتفرج على البرنامج المنقل دي؟ بقولك ايه، انت هتشتغل ولا وحيات امه روحك؟ وحيات امك همثل. الهمة يا رجال، تكلنا على الله. بوفيه عارفين معانا حيوان ايه النهاردة يا ولاد؟ ايه؟ معانا الفيل ابو زلومة. ايه؟ ازيكوا يا حبايبي؟ ازيك يا فيل يا ابو زلومه؟ عارفين يا حلوين انا كويس وتخين عشان باكل طبقي كله. طب يلا بقى كلنا نقوم نرقص مع الفيل، يلا يلا يا ولاد. يلا يا فيل ارقص يا مديح مع العيال، البرنامج بيقع مني. ارقصني يا فيل يا ابو زلومه، ودي لك قرش ودي لك قرش، رجليك من تقلك مظلومه، يا فيني يا ابو كير يا فيني يا ابو كير. ستوب 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 ستوب. واقف يا ابن الغنو، مين اللي قال ستوب في اللوكيشن؟ مين اللي قال ستوب؟
مين اللي بيقول ستوب؟ معرفش معرفش يا ريس، يمكن حد من الولاد معرفش. بس بما اننا عملنا ستوب معلش يا ريس انا مش هكمل، انا فنان اكاديمي يا استاذ بلعوطي. يا ابني انت ممثل، الممثل يعمل اي حيوان، وبعدين مش انت اللي بترقص، الفيل هو اللي بيرقص. لا يا ريس لا معلش، الجو بتاع عبير صبري ده بتاع مش انا اللي بتباس، دي الشخصيه هي اللي بتباس مش هياكل معايا. مديح انت هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ لا يا ريس انا مش هشتغل. اطلع برا يا حيوان. مين انا حيوان؟ انت اللي حيوان، انت اللي حيوان. صبحي بينا، يمكن خلال السنتين اللي قعدتهم في بيتنا ما سنحتليش الفرصه ان انا اعتذرلك عن العلقه اللي كلتها لك، لكن انا ما انكرش انك استاذي وليك افضل عليا وعلمتني كتير. ده انت اللي علمتني علامه لا يمكن انساها ابدا. يا سيدي انا ايه في يا صبحي بنت، خايف ليه يا حبيبي؟ ده انا هبوس راسك. لا تبوسني ولا تحضني من فضلك، خلينا في الشغل. الاداره عندنا رصده ميزانيه محدوده قوي عشان نعمل الفيلم، فأنا مضطر فريق العمل كله يبقى من الإدارة إلى البطل والبطلة، لازم نجيبهم ممثلين طبعا. يبقى نجيب أحمد السقا ومنى زكي ونعمل فيلم رومانسي. بقول لك الميزانية قليلة، انزل يا معتذر. نجيب بوسي والليسي ونعمل فيلم شعبي. السبك مش هيسيبهم. نجيب صفينار وجات شويري ونعمل فيلم سكس. ده أنت كده بتعرض إيه؟ الحملة كلها للخطر. وبعدها لك أنا عايز أعمل مؤتمر صحفي أقول فيه الكلام ده. ما تخافش من الموضوع ده يا صبحي بيه. والله أنا مش خايف غير منك أنت. ليه بس؟ انا قلت لك ان انا اتعالجت وخدت كورسات اداره غضب وخلاص مش هتعصب. عدي عدي. مش تفتح يا حيوان؟ حيوان مين يا ابو زلوم انت؟ يعني العيل اللي هتركبك في الجنينه بتساكر، انت اولك واخرك فيل. فيل ايه يا عم؟ انا مش فيل. ولا صاحي ولا نايم يا رجاله. صاحي. حلم ده ولا علم؟ حلم. انتوا يا جدعان شاربين خمره ولا ايه؟ يا سيدي انا معاك طبعا ان انا شكلي فيل دلوقتي، بس انا والله العظيم بني ادم زيكم بالظبط. حضرتك كلم نقيب الممثلين، انا الممثل مديح البلبوسي، انا الفنان الممثل مديح البلبوسي. يا جماعه الفيل بينزف، حمد ادينا له دكتور بطري. يا سيدي الدكتور اشرف زكي، الدكتور بتاعي اسمه اشرف زكي. بعتذر، عايز معلومات كامله عن الفيل ده. اوعى تكون بتفكر. بفكر. مديح القلب محمد البلبوسي. محمد ثبت بالفعل انه مش فيل، ما طلعش بيكذب. خريج دفعه فنون مسرحيه دفعه 2005، عضو عامل في نقابه الممثلين وموظف في التلفزيون. هنا مديح كان عامل دور الدبدوب عزت في مسلسل اسمه اربعه في المزرعه. انا اللي اعرفه اربعه في المطبعه. هنا كان عامل الأرنوب لؤي في مسلسل اسمه سانجا ومانجا، حاجة مبتذلة جدا طبعا. بالعكس أنا رأيي سعادتك إن احنا نجيبه ونقعد نتفق معاه. ليه أنت ناوي تعمل عيد ولادك أو حاجة؟ والله فكرة، أنا بفكر أجيبه يحيى عيد ميلاد نرمين حفيدتي. الله نرمين، يا نهار أبيض، ده أنا ما شفتهاش من إمتى ديت؟ آخر مرة شفتك عندها خمس سنين، عندها كام سنة يا فندم دلوقتي؟ لا ما شاء الله دلوقتي طول بعرض بقت ثلاث سنين دلوقتي. يا ما شاء الله. لا وقال إيه يا سيدي؟ شبطانة في أيباد في عيد ميلادها. أيباد؟ فاكر نرمين دي خلاص. بعتذر وبعدين سعادة الباشا، أنا شايف الولد دوت أصلح واحد نعمله بطل للفيلم. مين اللي أصلح واحد يا فندم؟ ده لا يصلح نفرجه على الفيلم. يا سعادة الباشا الولد دوت لا هيسأل ولا هيقرفنا ولا هيجاوب حتى، ويبقى طول السفرية. ما تسمعش كلامه، ده هيغرقني. انت متعقد الامور ليه يا بعتذر؟ اهو زيه زي كتير قوي من اللي بيمثلوا اليومين دول. وبعدين احنا في موقف حرج، في خلال يومين لازم تصوير الفيلم يبدا في ايطاليا. ولسه ليه وحيد منين؟ ده بتاعت سفنت؟ نار يا نجم. طبعا اتحرش. بس الظروف ده
دايما تعلى. فرخ يا نجم محوح. تسلم يا فيلم ده اسطورة يا لك. مش حرام ده يمثل وانا قاعد هنا على القهوة؟ بس ده انا النجم كبير قوي يا عم. عارف انه نجم، انا بتكلم على الكلب. اخرب بيتك، الفرخ اتجمدت. لا مفيش حاجة هتتغير في السيناريو يا سونيا. وايه رأيك بقى؟ هتلبسي المايوه وهتتباسي وهيغتصبوكي في اخر الفيلم، وكلامي هو اللي هيمشي لان انا المخرج. هقولها لك تاني عشان تسمعيها، انا المخرج. خلاص تعالي للعوامة. سلام بقى عشان الجو برد. سلام. السلام عليكم يا استاذ. حضرتك اكيد مخرج. ايه ده، انت سمعتني وانا بتكلم؟ معلش انا واضح ان كان صوتي عالي جدا في التليفون. انا بعتذر. يا سيدي بتعتذر على ايه؟ هو ما كانش عالي قوي كده. لا انا بعتذر يا فندم، انا اللي بعتذر ان انا سمعت حضرتك. يا سيدي انا اسمي بعتذر، انا المخرج سراج الدين بعتذر. بس انا اسمع ان حضرتك ديكتاتور. بيقولوا حضرتك كمان بتبقى في اعماق الشخصيات والحاجات اللي بتعملها، بتبقى بتبرز قضيه وبتبقى من وراها بتبرز قضيه تانية اعمق. حضرتك عندك ما ورائيات تحفه. برافو عليك، انا فعلا بعمل كده. صح حضرتك. وحضرتك ساكن هنا معانا؟ لا الحقيقه انا مش ساكن هنا، انا اصلي بخرج فيلم مهم جدا، وواحد صاحبي نصحني اجي هنا القهوه، قال لي في ممثلين مميزين جدا. مميزين جدا جدا يا فندم. حضرتك ده خدمك طبعا يعني، بس هم هتلاقيهم مش كلهم هنا يعني، عشان احنا في سيزون وكده، مفيش حد مميز غيري دلوقتي في الفتره دي يعني. حضرتك تشرب حاجه؟ ممكن شاي. كونو ولا كشري؟ شاي كونو من غير سكر. كونو؟ اتنين شاي كونو ويكا سكر بره. نورنا. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا الممثل القدير يعني، انا بس هنا في القهوه متميز يعني، مديح البلبوسي. استنى انا فاكر ان انا قريت على تتر حاجه اسم مديح البعض. البل مديح البلبوسي. البعض دي عيله تانية خالص ومتخانقين معاهم ضرب. حضرتك حضرتك مخرج جميل ومتميز، حتى اسم حضرتك مش متكرر في عالم الاخراج. بالفعل هو اسم بعتذر مش اسم منتشر قوي طبعا زي البعض. البلبوسي يا فندم ارجوك، البلبوسي يا فندم، هنا على القهوه ما هيصدقوا. ما تشربيش البلبوسي، انا اسف بس البلبوسي وفي الساقعه دي يعني كان الله في عونك. حضرتك فيلم اكيد كوميدي بقى ده. لا خالص، ده فيلم مهم. اتنين شاي مظبوطين للفنان. تسلم يا ويكا. انا والشيف بقى. طب بما انك ممثل ومعانا في الوسط بقى، استاذنك في رقم تليفونك عشان يمكن احتاجك في الفيلم عندي. ارحمك يا امي. الحمد لله امي. الحمد لله. تقول حاجه؟ لا يا فندم، لا ما بقولش حاجه، عشان اعمل شويه كروت كده للتسهيل. ده الكارت بتاعي. خلاص انتظر مني احتمال ضعيف، تليفون قريب. طب معلش حضرتك بس قبل ما تكلمني، بس ابقى يعني ابعت لي مسج الاول عشان ما بردش على نمر غريبه. انت عارف حضرتك بقى مجانين النجوم والمعجبين وكده، انا داخل القهوه هنا النهارده بالعافيه. هتتكلم امتى حضرتك بالظبط؟ يعني عشان لو هتتكلم الصبح بدري قوي اطبق، لان انا بسهر جامد يعني. خبر ده، انا لازم امشي حالا. هكلمك. ايه الاخبار يا بعتذر؟ طمني. تمام، رتبت اوضه الاجتماعات واوضه الكاستنج وعلقنا اليافطه. متهيألي كده شكلنا شركه انتاج على الاخر. كويس قوي. بما انك انت اللي هتخرج الفيلم، عندك فكره عن السينما عامه؟ الحقيقه مش قوي، بس انا بصلي الجمعه في نفس الجامع اللي بيصلي فيه حماده هلال. طب احنا محتاجين اكتر من كده؟ لا تمام، اتفضل سيناريو الفيلم. بص عليه. ده الفيلم ولا الضمان بتاعه؟ دي المشاهد اللي هنصورها في ايطاليا. اماكن التصوير، مواعيد التصوير متناسبة مع اجتماعات ومواعيد مريان مع المافيا الإيطالية. مش يبقى ناقصنا غير حاجة واحدة بس، ميعاد التسليم اللي هنصور فيه مشهد الفينال. تمام، اتفضل معايا اوريك باقي الترتيبات. ده فريق العمل اللي هيبقى معانا في شركة المصباح المضيء للإنتاج السينمائي. كل واحد ليه دور هيعمله بالتحديد. تمام يا فندم. طيب كلم لنا مديح.
انا شايف ان احنا لسه عندنا وقت نعيد النظر في موضوع مديح البلبوسي ده. طيب ادي خبر العبوسي باشا بس انك معترض عشان هو بقى هيزعل مش اكتر. مديح هايل بس خليك فاكر يا صبحي بيه، الحمله دي لو باظت هتبقى انت اللي اديتنا البلبوسي ده. ازيك يا مديح؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير. تعبان والله يا مديح، بعمل فيلم مرهق لاقصى الحدود وطوب الارض بيكلمني عشان يعمل الدور، لسه امبارح مكنسل على عادل امام. تصدق بيه؟ لا اله الا الله اكيد. وحياة النعمه دي اللي بشوف بيها، بقالي ساعتين ونص على التليفون عمر الشريف هيبوس ايدي عشان يعمل الدور. الله يرحمه، اختيار رائع طبعا. تشرب حاجه يا مديح؟ لا انا ولا حاجه، انا همشي على طول يعني مش هستقل عليك. والله العظيم ما ينفع، تشرب حاجه. عبدو! ايوه يا سقف الاخراج يا عالمي. المخدرات يا حبيبي والنبي. عيني منور الدنيا انت. فضل يا علامه يا تاريخ. يا لهوي على الفن والفنانين. ده حشيش ولا بانجو يا عبدو؟ بانجو يا مخرجنا يا كبير يا خاربها. اخلع بانجو يا مديح. لا بانجو ايه، انا ما بدخنش انا الحاجات دي. ما بتشربش ازاي؟ ده الفنانين كلهم بيشربوا، ولا انت مش فنان؟ لا انا بس ماليش اختلاط قوي بالوسط الفني انت عارف. لا انا ما بدخنش. ولع انت، ولع ولع. ها تاني؟ تاني؟ ظهري ظهري اوعى تموت هنا. ميه ميه. شيل السيجاره. يخرب بيتك، انا فاكرك فنان مهم. احسن؟ هتعيش؟ خرب بيتك. انا كتب لي عمر جديد. الحمد لله على السلامه، تفدت باعجوبه الحمد لله. لا لا يا مديح، انت طلعت مش فنان قوي. بالعكس انا فنان جدا يعني، بس انا بستبيق قوي موضوع البانجو ده يعني، دماغي بوابين. انا تلاقيني فنان جدا في الخمره، بشرب خمره بغباوه غبي جدا. طب ما قلتليش ليه؟ اجيب لك خمره يا عبدو. مديح انت ليه ما فهمتنيش انك حد مش فنان؟ الله العظيم انا فنان جدا، انا مش كده بس ان انا فطران فول وبيض وفودكا الصبح، انا ما رضيتش اكسفك بس. اقعد. من كتب لي عمر جديد جديد. للاسف. يخرب بيت عقلك يا سناء، انت عارفه يا بنت ان انت اصيع فتاه ليل انا عرفتها في حياتي؟ انت عارفه ان انا بقى بمشي مع عاهرات كتير قوي، منتج سينمائي بقى وكده. منتج بقى؟ منتج. شفت يا بعتذر، عاوزني غير علي. لا مالكش حق يا صبحي باشا. اعملي حسابك ان احنا نتقابل بكره من النجمه، عندنا شغل كتير قوي. يا لهوي بموت فيك يا صبحي وبشقاوتك. هو ده. انا همشي بقى عشان عندي كباري الصبح بدري. اتحركي. يلا يلا. أهلاً أهلاً. إزاي حضرتك؟ أحب أعرفك على المنتج السينمائي المعروف أستاذ صبحي مصباح. ده اللي على فكرة اللي عمل سلسلة مطاعم أم مصباح لو تعرفها. طبعاً يا فندم. إزاي حضرتك؟ أهلاً. أنا اتفرجت على السلسلة كلها. أكيد في العيد. شوف يا أستاذ مديح. شوف يا أستاذ مديح، أنا راجل عصابي، بنيت نفسي بنفسي، فانا الحقيقه قلت انتج سينما بقى فن. فاحنا بصدد انتاج فيلم ضخم، ما يتخيرش عن حضرتك. انا اخرج بعتذر. عمل ناجح ان شاء الله. ان شاء الله.
بص يا مديح، الحقيقه انا اتفرجت على كل الحاجات اللي انت عملتها. انت ليه حاصر نفسك قوي في ادوار الحيوانات؟ يعني انت ما عملتش دور بني ادم قبل كده؟ دور بني ادم افتكر لك طبعا. دور بني ادم، لا ايه ده؟ طب نسيبه يرتاح؟ ايه ده؟ انا عندي مشوار. مديح! لا دور بني ادم ما عملتش حضرتك. بس دي هتبقى مشكلة كبيرة عندنا، لأن احنا للأسف الفيلم بتاعنا عن البني ادمين، هو فيلم غريب شوية معلش. زي ما تقول خيال علمي. لا بص يا فندم، أنا يمكن لسه سكران شوية يعني، بس اللي أقدر أأكده لك إن الممثل الشاطر المتمكن من أدواته كويس يقدر يعمل أي دور يجيله، حتى لو دور بني ادم. الله الله، الحقيقة أنا خبست جملة إنما في المقص يعني زي ما بيتقال. برافو. طيب احنا متفقين تقريبا، اديله الورق يقرا يحفظ يعني. أحفظ؟ وأنا هتكلم؟ إيه ده؟ هو أخرس أصلاً؟ لا هيكلم. أنت مش بس هتتكلم يا مديح، أنت للأسف هتعمل دور البطولة. أفوحش قوي، يلا عشان الوقت بس. أنتوا فاجئتوني الصراحة. تسمح لي أخش الأوضة دي بس أفكر؟ تفكر؟ وبعدين؟ بعتذر ضيفنا. يعني أرتب ترتيباتي يعني وأشوف جدولي. ترتب؟ خلاص بقى، خلاص. دقيقة يا فندم. اتفضل يا أستاذ مديح. اتفضل في الأوضة دي. الله أكبر. مع إني يا أخي ضد اختلاط الفن بالدين، بس الولد ده لمس فيها حاجة. إيه يا ترى الحاجة اللي لمسها؟ الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك. الحمد لله رب العالمين. إيه ده بقى مديح؟ مش عايزين نعيط؟ ها؟ عايزين نعيط. الحمد لله. أنا صليت وأنا شارب خمرة. أستغفر الله العظيم. سامحني يا رب، سامحني. تمام؟ تمام، أنا رتبت كده جدولي وحاجاتي يعني، أنا إن شاء الله معاكم. يا الحمد لله يا رب، ده أنت عايشتنا في خمس دقايق رعب يا أخي. حاجة واحدة بس عايز أستفسر عنها. اتفضل. مين البطلة؟ الفيدات اللي هتقف قدام مديح البنوسي؟ تباهي، مش خسارة فنانة موهوبة زي كل يوم والتاني ممسوكة دعارة؟ كلمينا تباهي عن الأدوار اللي عملتيها قبل كده. عملت دور فتاة ليل في مسلسل رمضان اللي فات، طبعا كلكم شفتوه. يمكن ما خدتوش بالكم، هما كانوا مشاهدين بس علموا جامد. وعملت دور عاهرة في مسلسل مش فاكرة اسمه. وعملت دور بروستيتيوت في فيلم مصري امريكاني تصور هنا في الهرم، بس اتمنع، قالك بقى سمعة البلد والحاجات دي. معلش، هو حضرتك ما عملتيش ادوار عادية قبل كده؟ مش عارفة والله، هما المخرجين زنقني كده في حتة مش عايزين يسيبوني منها. طب على العموم هو الموضوع عندنا انظف من كده. يبقى لازم مشهد حموم. لا مش انظف من النوع ده. نتكلم في الاجر؟ معلش، الميزانيه عندنا زي ما تقولي واطيه شويه. عموما مش هنختلف، انا هاجي معاكوا زي ما بنزل عادي، 200 جنيه في الساعه. عايزيني بقى امثل، ارقص، اغني، اقلع عادي. الغي العمليه. استنى بس. الغي ايه؟ هي لا ترقص ولا هتقلع، هنخليها تمثل بس. انا قلتوا ايه؟ انت مش جاهزه بحاجه تمثلها لنا دلوقتي؟ عيوني. هقول لكم مشهد كده، هي واحده ماشيه على الاوتوستراد، طلعوا عليها خمس شبان اغتصبوها، واحد ورا التاني واحد ورا التاني، لغايه ما كلمت حبيبها عشان يجي ينقذها، وفعلا جه وانقذها. الحمد لله. الحمد لله. بس جه بقى بعد ما انقذها اغتصبها برضو هو وخمسه اصحابه تانيين مختلفين خالص عن الخمسه الاولانيين، فانصدمت وانجرحت. همثل لكم بقى لحظه الصدمه. اقلع عادي؟ انت بتتلككي عشان تقلعي؟ ما تسيبها تقلع يا اخي. طيب اعزنك قلعتي، احنا هنتخيل كده بردك يا اشرف. هايل، انت يا بنتي اللي هتعملي الدور. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when
your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. My love is like a بطل فيلم الجزيرة دفع إنتاج شركة المصباح المضيء للإنتاج السينمائي وصل أهو. بطل الفيلم مديح البلبوسي يا جماعة. استاذ مديح يا نجم كلمة للمجلة وشوشة. لازم بوشوشة يعني ولا اتكلم عادي؟ لا المجلة وشوشة انت اتكلم عادي. جريدة وشوشة. ايوه يا راجل ده انتوا هريني اشاعات بقى يعني مديح طلق مديح اتجوز مديح جاب كلب مديح خد تاني مديح يا راجل يرحموني اشاعات بقى حرام عليك. احنا هنعمل عليك اشاعات ده احنا اول يوم نعرف اسمك النهارده. دوكها بقى جريدة دردشة انا اسف. بكتب في دردشة بقى. معلش بس الفلاش عشان بس بشرتي ما بانش مرهق قدام الكاميرا بعد اذنك. ممكن نفهم ايه هي طبيعه الشخصيه اللي هتلعبها؟ بعمل شخصيه مركبه، شخصيه صعبه جدا عليا، يمكن ما لعبتهاش قبل كده يعني. يا رب تقدر تطلع للناس يعني بالشكل الكويس. هي شخصيه محتاجه شغل مني كتير قوي ومحتاجه بروف الترابيزه كتير قوي. طب ايه هي طبيعه الشخصيه؟ هي شخصيه بني ادم، انا عامل دور بني ادم، دي جديده عليا يعني. رياضي، بني ادم رياضي، بس ان شاء الله ناوي بعمل بعدين ان شاء الله اعمل اكشن. الاكشن في مصر مش حكر على السقا ولا على محمد رمضان ولا على الفنان محمد نجاتي. نتوقع منك الجزيره 10. الجزيره 10؟ لا بتهيألي نخلص بس من العمل من الفيلم ونشوف ان شاء الله. لا يعني هنقفل على 9 ان شاء الله. طب ممكن تقول لنا ايه هي طبيعه الادوار الجديده اللي انت ناوي تلعبها؟ والله انا عندي ورق الايام دي حلو جدا، اتمنى ان الاستاذ بعتذر يعني يشترك فيه معايا. اكيد طبعا يستحيل. اسمه الاندر في البندر، هو عن قصه كفاح شاب مصري جه من الارياف وبيفقد الاندر بتاعه هنا في القاهره، وبتبدا بقى رحله معاناته للبحث عن الاندر بتاعه هنا، وده طبعا بيسبب له يعني متاعب داخليه وتسلخات كتير جدا طبعا يعني. وبنبدا من احداث الفيلم نشوف هل هيقدر يوصل للاندر بتاعه ولا لا، ده اللي بنقدر نعرفه من احداث الفيلم. بيلاقي الاندر فعلا في الاخر بس بيموت في اخر الفيلم يعني، مش عايز احرقه لكم. استاذنكم نخش عشان نلحق البوفيه. وشوشه ايه نجم؟ انا مديح اللي هو بطل العمل. قلت اجرب. ايوه بقول لك ايه، هو في كفته قدام فعلا ولا ايه يا عم؟ في بس ما اضمنش بقى تلحق ولا ما تلحقش بصراحه. طب ما ممكن صباع من عند حضرتك؟ ما اقدرش الا الكفته. زعلتش مني؟ لا انا حق. بقول لك ايه لو سمحت، عايزين بس نعرف انت فين من مسرح؟ لا مسرح ايه حضرتك يعني، ده وقته ان الواحد واقع مجموعه ناكل لقمه طيبه مع بعض كده وبعدين اجاوبك على كل الاسئله. طب انت فين من التلفزيون؟ حضرتك ما هو نفس السؤال تقريبا يعني، انت بس عشان واقع مجموعه بس. تعالى يا مديح، مش منظر اللي انت عامله يا ريس. انا طلعت من الطابور دلوقتي مش عارف ارجع المكان ده تاني. تعالى بس يا مديح. عيب يا مديح، انت بطل الفيلم ما ينفعش تقف في طوابير يا حبيبي. يا ريس انا خلاص داخل على الكفته. تعالى بس يا مديح، انا هديك الكفته. يا عايز ايه؟ طب يا ريس يا مديح اعرفك على تباهي بطله الفيلم. الله، تباهي اعرفك بالنجم مديح البلبوسي بطل الفيلم. النجمه تباهي بطله الفيلم. واو سكسي قوي. مين؟ على فكره انا بحب التخين موت. لا ده انا لسه هتخن اكتر كمان. لا ده انا كده احبك بقى. كل ما تتخن احبك. هتخن. والله اثرت عليا المسافات. طب حس كده بقى تطلعوا على الستيج تاخدوا صورتين كده عشان الصحافه والاعلام والسوشيال ميديا. انا حاسس ان احنا اتسرعنا وهنتمسك اول ما نوصل ايطاليا. ايطاليا سيادتك يبقى تف على وشي لو عدينا من الكمين اللي قبل مطار القاهره. البلد دي حر كده ليه؟ درجة الحرارة هنا كام؟ 3 تحت الصفر بالليل، ربنا يرحمنا برحمته. يا لهوي على العرق والتلزيق.
عارفه المايك اتاخر ليه. اهو الاسد اهو. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا الف حمد لله على السكوريتزا، والسكوريتزا عندنا في ايطاليا يعني الف حمد لله على السلامه. فرومايكا يا جماعه، مصري الاصل، بورسعيد اللغه، وايطالي الثقافه الجنسيه. هلا هلا يا متحلاوه. فرومايكا يا جماعه اللي هيبقى مسؤول عن الانتاج معنا هنا في ايطاليا وهيمثل معنا في الفيلم، فرومايكا اللي هيعمل كولوتي. العفو يا باشا. لا كلوتي ده الشخصيه الايطاليه اللي معانا في الفيلم. لا ده انا عملتوله جامد قوي. كلوتي ده اسمه مؤقت. اتفضلوا اتفضلوا انتوا على الاوتوبيس وعامل مجيب الشنط. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوان اتفضلوا. ايه ده؟ ما عنديش باصه دي ولا مش شغاله هنا؟ مودي افتح لي الهوت سبوت بتاعك. افتح لك ايه؟ انا قفلت من السفريه كلها. ايه يا نجوميه؟ مالك رندجيو ليه؟ رندجيو يعني سرحان. انا عايزك تفك كده. استاذ معتذر. حضرتك ازاي تجيب حد تديله كلوتي من غير ما تاخد رايي؟ انت مال امك. شكرا. استاذ صبحي. ايوه استاذ صبحي، انا طبعا مقدر موقف حضرتك ومقدر ان حضرتك بتستثمر فلوسك فيا، بس انا معلش اسف انا لازم ارجع مصر دلوقتي حالا. بس يا بابا. شكرا يا اسطى. ستوب هنا على اليمين لو سمحت. قول ولا عربيه نازله مصر. انت بتعمل ايه يا ابني؟ بس بعمل ايه يا ريس؟ بركب نازل مصر. لا لو هتركب لمصر يبقى الناحيه الثانيه مش هنا. بس هو انت ايه اللي مزعلك؟ مين اللي مزعلك؟ استاذ بعتذر. ازاي استاذ بعتذر يدي كلوتي لفورمايكا من غير ما ياخد رايي؟ انا حر، انا المخرج والفيلم كله في وشي في الاخر. يعني فورمايكا لو عمل الدور وحش انا اللي هلبس كلوتي. لا يا ريس معلش، انا اللي هلبس كلوتي، انا بطل الفيلم. ازاي حضرتك اصلا تجيب حد ممثل مش معروف في الفيلم؟ مش كفايه انا؟ ابدا بس يا نجم. معلش يا ريس، انا مديح يعني كدور هيثم في فيلم مش متقبل كلوتي. عايزك ايه ده واللي انت عايزه هيحصل؟ ها بعدها لك انت الاخر. الله، تصدقت انك مخرج بجد ولا ايه؟ الواد ده لو مشي الحمله كلها باظت. خلاص بقى يا مودي. اوعى مديح. انا يا ريس. انت عارف اني بحبك ولا لا؟ طبعا. ومصدق فيها كمخرج ولا لا؟ طبعا مصدق حضرتك. طيب سيبني اخرج الممثل اللي جواك يا مديح. انت هتبقى جان مصر الاول. تقارن نفسك بهفق زي ده؟ خلينا نجربه مشهد طلع كويس وعمل الدور حلو واكل الجو منك نمشيه على طول. صح صح صح. انا اصلا كده كده بعتبر حضرتك يعني زي اخويا الكبير يعني. وبعدين حضرتك ليك فضل عليا كفايه ان حضرتك اللي جبتني الفيلم. وبعدين حضرتك مخرج الفيلم يعني اكيد شايف كلوتي احسن مني. بالظبط. طب انت بتعيط ليه دلوقتي يا مديح؟ لا ما بعتش يا ريس، ده عرق، الجو حر موت. اجيب لك ايس كريم؟ هو ينفع؟ اجيب لك. طب استنى اما نتصور سيلفي سور مجرى العيون. يلا. انا هروح اشوف حد يساعدني في الشنط. جماله والنبي فيها الشط منين يا واد يا تقيل؟ يلا يا اختي يلا يا اختي. جهزت كل حاجه في المايكه؟ كل حاجه تمام التمام. الرجاله على هبه الاستعداد وان شاء الله كلهم هيبقوا معانا بكره في الاميجيننج. والاميجيننج يعني تصوير. بقول لك ايه يا فورمايكا؟ ايوه. انا عاوزك تحجز لي اوضه انا وبعتذر جنب مريان على طول. بالظبط. كينج بيت والفيو بيسي مش جاردن، حتى لو مش جنب مريان. ما ينفعش، لازم اوضتنا تبقى لازق في اوضه مريان. لطخ لطخ طبعا. انت هتقول لي ايه ده؟ لا لا مش سيادتك، الاوضه هي اللي لطخ في اوضه مريان. أجهزة التصنط هتلاقيها في الأباجورة، والأسلحة والذخيرة هتلاقيها في الصندلة في السقف. عملية نمطية ما فيهاش أي إبداع. تمام يلا بينا. طول ده على موجة 4، دي موجة الحملة.
اسمع بعتذر. زي ما الحلواني الكويس بيبان من الملفي، الاوتيل الكويس بيبان من السباكيتي. اطلب لك عشاء معايا؟ صبحي بان عايز اعرف انت واسطتك مين؟ يعني انهي واسطه دي اللي توصل واحد زيك للرتبه اللي انت فيها دي؟ دي اكيد مش اقل من رئيس جمهوريه. لا مش واسطه ولا حاجه، دي وراثه. بابي كان كده الله يرحمه. ايوه يا مودي. هلو يو نو مي، انا بيك ستار هير، كم تو ماي روم 100 يورو اونلي 1 اور. ما تفتح بقى يا مودي لحسن بتشقت. ايه ده يخرب عقلك، لقيت بصل اخضر. بصل ايه ده؟ ورد. ورد دي اقل حاجه اقدر اقدمها لواحده بالرقه والجمال والبراءه دي. براءه؟ ده انا كفاله، يا ريت كنت براءه يسمع من بقك ربنا. لسه القضيه شغاله. بس انت عرفتي اوضتي منين؟ انت مراقباني بقى؟ اسمي ده حب؟ حب ايه يا ابني انت عبيط؟ ما انت كاتب اسمك على الباب قد كده. اه صحيح. طب تتفضلي ولا قشطة؟ لا ما ينفعش تقفلي الباب. ليه يا حبيبي هخطفك؟ يا تخطفيني؟ هو انت لسه هتخطفيني يا تباهي؟ انت خطفتيني من اول يوم شفتك فيه. اصل انا اخاف اقفل الباب عليا انا وانتي. معقولة واحدة في طيبتك وسذاجتك تقفل الباب مع واحد في شقاوتي وفطيشي؟ بيتهيألي سمعتك ممكن تنجرح. تنجرح؟ سمعتي تنجرح من الباب؟ ده انا ليا فيديوهات على النت يا ابني. اكتب كده فتاة جامعة طنطا او وضع مخل فتاة جامعة طنطا، مشاهدات ياما واتش دي وحكاية. ايه يا ابني ده مال اوضتك ضلمة وعتمة وكنزة كده؟ وانا اللي كنت فاكرة اوضتي صغيرة. ايه ده؟ هو انت اوضتك اكبر من الاوضه دي؟ اكبر منها يجي مره مره ونص كده. بس ما تجيش حاجه بقى في اوضه صبحي وبعتذر. ايه جناح بقى انتاج واخراج. والله العظيم انت بتسخنيني يعني يا تباهي؟ ماشي يا تباهي انا هروح. يا ستي اسم الله عليك. انت بتضحكي عليا يا تباهي؟ ساعديني لو سمحتي. ما تضحكيش ساعديني. اسم الله. لو سمحتي اسم الله. خليك انت هنا. الله اوعي. بعتذر، مريان خرجت وراها بسرعه. بعتذر رد، ابص ايدك مفيش وقت. صبحي بيه على فكره انا على بعد خطوتين منك، يعني ممكن تبص لي وتتكلم معايا عادي. نكبر بقى يا صبحي بيه، نكبر بقى. معلش مش عارف يا اخي على ابنك قد كده. هو ايه ده اللي كان قد كده؟ اللاسلكي. امسك ده المسدس بتاعك. انا ما تلعبش بيه عشان ما تتعورش. لا ما تخافش، يلا ربنا معاك. استر يا رب. انا هتجني ده. بعتذر، هو فرمانك داخل السلم ده ايطاليا ازاي؟ اذا كنت انت دخلت على رايك. طبعا انت مش محتاج اقول لك مصر قد ايه وراك، وان احنا كلنا مستنيينك ومنتظرينك. يلا يا بطل. لا مش محتاج. انت بتشوح لمصر؟ صبحي بيه بقول لك ايه، صحصح معايا، كل حاجه لازم تخلص في 5 دقايق بالظبط. طب صحيح لو ما رجعتش خلال 5 دقايق انا هعمل ايه؟ سلم نفسك او انتحر. اسلم نفسي على طول ولا اوقف معاهم شويه؟ بقول لك ايه، اهم حاجه خليك على الباب، لو لقيت مريان جايه هتديني اشاره بسرعه. حاضر. مريان اسمها مريان ايه؟ لا رايق واحده احنا. اقف عند الباب. حاضر. ربنا معاك. لا مش قادر. انتوا سايبين الباب مفتوح يا مستر صبحي، يا استاذ بعتذر، يا مستر صبحي. انتوا قاعدين في فيلا ولا ايه يا جدعان؟ ايه ده، استغفر الله العظيم يا رب العالمين، حسدتهم ولا ايه؟ دي فيها صيانه. مستر صبحي،
مستر صبحي! ده الحمام هنا اكبر من اوضتي. مستر صبحي معلش، ممكن تتشطف وتجيلي بره عايزك؟ عينيا، شرفتني. قلت لك تتشطف وتطلع لي بره، ده انتوا عايشين في الجنه يا معلم. صبحي بيه، انا الحمد لله وصلت اوضه مريم بالسلام. عايزك تخليك واقف على الباب ما تتحركش، لو لقيتها راجعه تبلغني بسرعه. صبحي بيه، صبحي بيه، انت ما بتردش ليه؟ ما توترنيش. هبدا ازرع الكاميرات في كل حته بحيث نقدر نشوفها في كل الاوضاع. ايه الناس الوسخه دي؟ صبحي بيه، انا مش لاقي بطاريات الكاميرات في الشنطه، شوفها لي كده عندك. صبحي بيه، عن ابو العينك. مديح البلبوسي اهرب من السقف كده زي الحراميه؟ يا مديح يا ابني مش كده يا اخي، وطي صوتك، كفايه الفضايح يا اخي، ثم اللي حصل حصل. طلع نفسك انت منها بقى بره يا مستر صبحي، انا بتكلم عن الفاشل ده. وبعدين هو ايه بقاله ربع ساعه قاعد فوق بيعمل ايه؟ مشي الخرتيت ده من قدامي قبل ما اقتله. الله يسامحك. اخرس، ده بوظ لنا الخطه اللي احنا طالعين فيها. مش هطلعك تاني على السلم. الله، يقصد الخطه الانتاجيه مش اكتر. عجبك؟ في مليون طريقه محترمه تتعرف فيها عليها، احسن ما تزرع لها كاميرا في اوضتها عشان تتفرج عليها وهي عريانه يا قذر. انت فهمت ايه يا متخلف انت؟ ده انا كنت فوق. يا ابن الايه؟ يا صايع، يا لماح، يا مديح. بعتذر، انا اسف ان اقولك ان انت عيان، اللي انت فيه ده مرض، انت مدمن جنس، وده مرض على فكره وبيتعالج، وانت لازم تتعالج منه، مش عشاني، عشان فنك، عشان مستقبلك، الناس اللي عايزينك، احنا كلنا لازم نقف جنبه. الله يبارك لك. اخرس انت خالص، مش انت اللي منططه فوق يا قواد؟ قواد ايه يا بني ادم؟ انت فاهم ايه؟ احنا كنا في خطه. قواد، انا قواد، انت اللي مش واخد بالك، انا بقالي فتره فعلا قواد. معلش اعتبرها غلطة ومش هتتكرر. طبعا مش هتتكرر. عارفين ليه مش هتتكرر؟ لان السويت الحلو اللي انتوا قاعدين فيه ده انا اللي هقعد فيه من النهاردة، لان انا لازم ابقى جنب الست دي واحميها منكم. لا لا مش هينفع. اعترض بقى، اعترض عشان اروح افضحك قدام الناس كلها واقول للناس الطيبة اللي معانا على اللي انت بتعمله. انا رايح اجيب حاجاتي وجاي بعد اذنكم. الله، انت ولد يا مديح. بتعالك كده كل حاجه باظت، مش هنعرف من الاوضه الثانيه اللي هنروحها ديت نراقب مريان، ثم دي الاوضه الوحيده اللي لقيتها في اوروبا كلها فيها شطاف. يا مديح انجز شويه، بعتذر. مريان وفولي اجتماعهم بعد نص ساعه. انا جاهز من بدري، البس انت كده. لابس احلف رحمة أمي. سي ما قلنا سي يس. فور مايك، كله تمام؟ يلا بينا. شور ماي برنس، كله ملطو بيني، ملطو بيني يعني علاقة. بس في مشكلة سفيفة كده، ممكن تعطل لنا التصوير. خير، ما تيجوا نشوف. أنا مش هصور غير أما أذبح عجل. أنا متعود أي عمل بدخله قبليه بذبح عجل. يا مديح أنت أساساً آخر عمل دخلته كنت عامل دور عجل. العبط ده مش هينفع، لازم اصور حالا. يا ريس لو ما ذبحناش الفيلم مش هينجح ومش هيجيب ايرادات. بالظبط. وبصراحه يعني انا مش ضامن قوي ان اسمي لوحده على الافيش يعني هيفيدكوا قوي. يعني انت عايز تفهمني ان تايتانيك ذبحه؟ يا ريس ذبحه خنزير على الاقل. بس هو مين قال لك ان تايتانيك نجح؟ دول كلهم غرقوا في الاخر. ما تدخلش انت والنبي دلوقتي، اسكت انت. انا هذبح. سفينه لسه تعلميني. ايه؟ فيها صبيه حزينه. يعني ايه؟ من فين يا شاب؟ والفين يا شاب؟ يعني ايه اللي بتقولوه؟ العصابه جوه البحر دلوقتي. ما انا عم بنقول لك بس. ما الراجل بيفهمك من الصبح؟ يجيبوا لي خروف على الاقل. مديح انا شفت خرفان كده وانا جايه. بص يا مديح، يا سلام. احنا طبعا كنا ناويين ان احنا اول يوم تصوير نذبح عجل اكيد. ايوه بس للاسف اكتشفنا ان هم هنا ما بيذبحوش على الشريعه الاسلاميه.
استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. اكيد لا يا ريس، بس انا اوعدك ان احنا اول ما نخلص اللي احنا بنعمله ونرجع مصر انا بايدي هذبح العجل ان شاء الله. هخنق العجل. بعتذر من فضلك. خلاص مديح، انا لازم اصور حالا يا جماعه، انا مصر بتروح مني. رئيس قصدك الشمس بتروح منك ومصر. ايوه ايوه، يلا بينا بقى، يلا نفك الجبس ده عشان نبدا تصوير. ماشي خلاص يا مودي، ما تضايقش انت نفسك. انا عموما ابن خالتي جزار في الشرقيه، ممكن اكلمه ويبعت يجيب لنا العجل لحد هنا. لا انا كده هزق اي حد بقى بيتكلم. يلا بقى. لا معلش، لو سمحت اتكلم عن العيد اللي احنا فنانين بقى، احنا هنروح نغير ونعمل ميك اب. يلا يا توتي توتي. يلا يا مودي مودي. اموت واعرف مين الحمار اللي جند العيال دي. بس يا اخي شفتني وانا بشوط البلن؟ شفتني وانا بركن بلن؟ بقول لك يا ريس، او لا اشوط بلن ولا اركن بلن؟ ولا اركن بلن دي عيب فين غلط؟ اعتقد اركن بلن الطف وتعدي رقابيه. قول اي زفت بس ما تتحركش من هنا بعد اذن حضرتك، بس عشان بنصور فيلم. اقف فين يا مستر؟ انت مين اصلا؟ انا تباهي. الميك اب باين ولا زوده؟ لا الميك اب باين، انت وشك اللي مش باين، زودي وشك شويه. بقول لك يا ريس، ايه رايك في القصه؟ زمالك زمالك. ها القصه تمام، هي اللي بتضيع لنا الدوري دي. يلا لازم اصور حالا. يلا يا فور مايكل خش كروكيت. اسمه كلافيت، ينفع اقول ده؟ لا انا خليك تقول اكشن احسن. فيلم الجزيره 9، المشهد اللي هو على البحر، تباهي لابسه فتلة عم بطاقيه حمراء، ومديح لابس طقمه ريال مدريد كلها، والمشهد ده اللي هم بيتعبوا فيه على النجاره في المشهد اللي قبل كده. اول مره قول سوري. قول أكشن. شفتيني وأنا بركن بلنتي؟ بلنتي بلنتي بلنتي، أنت إيه يا أخي؟ ما بتحسش بيا أبداً؟ أنا إيه في حياتك؟ بلعب في الوقت الضايق؟ أنت عارفة؟ أنا نفسي أخدك ونبعد بعيد ونهرب من مصيدة التسلل. يا إمتى بقى يا شقي؟ بحبك. يا انت بتسمع ايه؟ احنا مش دارعين سماعات. بحبك. عمر الجديد فشيخ. ياه بحبك. ياه بحبك. في جاموسه قافله الكادر كله. ياه ستوب. بس بس وقف. ايه مديح ارجع لي ورا شويه. حلو ولا ايه؟ كمان احساسي هيروح يعني. كمان 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 بس تباهي، انت بقى عايزك تلفي 180 درجة. أيوة كمان كمان. أيوة بس كده. يلا كمل بقى كمل. ايه يا مستر، انا كده مش هشوفه وانا بشتغل. مش مهم تشوفيه، انت مديها نظرة للمستقبل. انا على البحر ده بقى هركب المستقبل. كملوا. يا هيثم ما تبصليش كده في عينيا، هضعف. بقولك ايه، ما تزعليش مني بقى خلاص، هاتي ايدك اهي ابوسها. سيبي ايدي. مش هسيبها. هيثم بقول لك سيب ايدي. الله بقى هتتكسر. هيثم اقولك على حاجه الصراحه. ايه؟ انا لسه مش مشتهياك. مش مشتهياك يا ريس؟ بتقولي مش مشتهياك؟ مشتهياك دي ايطالي، ارد عليها بالايطالي؟ خليك مكانك ما تتحركش، كمل. دي طبعا ايطالي يعني. مش مشتهياني؟ انا حاسس ان انت متغيره معايا من ساعه ما جبت الجود في نفسي. مديح وطي. انا عارف ان انت متغيره معايا من ساعه ما جبت جود في نفسي. كمان انا عارف ان انت متغيره معايا من ساعه ما جبت الجود في نفسي. هو انا ليه مقمر كده يا استاذ؟ مالكش دعوه، ده بيخدم الدراما عندي. كمل. اقول لك ايه يا بسنت، ده اخر تحذير ليكي، بعد كده اديكي كارت احمر من حياتي. بقول لك ايه يا ريس، ينفع اقعد عشان اصلا عندي بواسير؟ يا ريس ينفع اقعد عشان انا اصلا عندي بواسير؟ يا ريس ايه؟ عايز اقعد. لا متنيل. اهدى يا فنان بقى، الشغل زي الفل. متنيل انت كمان. هيثم انا ما بتهددش، طلقني. ياه حاضر يا بسام، بس يكون في علمك انا لو مشيت من هنا مش هرجع هنا تاني خالص. مع السلامه يا هيثم. انت طالق 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 يا بسام طالق. الحمار
الحمار وقع وقع في الميه. بعتذر الحمار وقع وقع في الميه. يا حد يساعدني. طب يا ريس حد يساعدني يا جماعه. انت بتضحك على ايه؟ قاموا ركبوا المركب هيخشوا في البحر. يا ريس يا ريس يلا يا جماعه لازم نخش وراهم في البحر. هتعمل لي فيها فكرتك ما انا اللي قايلها. في البحر ازاي يا ريس؟ ده مشهد التعارف ده المفروض ان هي واقفه على اشاره مرور وانا بعدي بالموتوسيكل باخدها. اديني يا حبيبي مساحه للابداع. انت اخرجت قبل كده؟ لا طبعا يا ريس. يبقى تخرس يا عالمي. يلا بينا. يلا انا هو انت اهو ده نجيب محفوظ اللي جاي. فيلم الجزيرة 9:15 مشهد إشارة المرور اللي في الشارع مصوره في البحر عشان الظروف صعبة 9 مرات. بعتذر قول انت اكشن انا زهقت من غباوة العيال دي. قول اكشن بصوت عالي. قول اخلص اكشن. الشارع قفل التاني. المرور في ايطاليا بقى لا يطاق كده. مش هلحق السوبر. انا مش سامع حاجه. الصوت بعيد قوي. بالنسبه لي الصوت الاقه. لما نرجع الفندق هسمعه لك هتلاقيه الاقه برضه. ايه ده؟ وات ذا هيل؟ ايه البت البكر الرشيد الجميله دي؟ لعيب الكورة صح؟ أنا كمان بسوق موتوسيكلات. ياه واو. أنا كان عندي طلب رفيع كده معلش. يعني بعد ما نخلص الشغل بجيتس كده ناخد كيلو وكيلو يعني لفة. كيلو كتير. خد نص كيلو. بقول لك إيه من الآخر كده؟ ما تيجي أوصلك بدل ما حد يتحرش بيكي في وسط البلد كده. أه ده أنت بتشقط بقى. جريء قوي يا كابتن. انا جايه وش. يلا بينا. يلا يا ريس. انا قلت لها وسط البلد وشاورت كده على البحر. هتبنى البحر انت وسط البلد طبعا. يا ريس يا ريس احنا في جمله غلطنا فيها. نعيد ولا ايه؟ لا لا ما تعيدش حاجه. خدها بقى وامشي. الاشاره فتحت والدنيا فاضيه وانت مستعجل يا مديح. يلا خدها وغرف داهيه. يلا ماشي. يلا اجري مع حبيبتك يا مديح. يلا. اعتقد يا بعتذر ان هم جايين علينا. لا لا مريان وفيلو انا شايفهم. مريان ايه؟ بعتذر. قولك ايه؟ عدد ثلاثة ونص. يلا واحد يا لعبة الجذبة. بعتذر يا مودي. يا لهوي منظر منظر يا ناس. الله يخرب بيتك يا مديح الكلب. الكاميرا اتدمرت. ده عهدة. كل اللي اتصور راح. حتى اللي اتصور في الكاميرا التانيه مش باين. الامل في ربنا وفي الصوت. الصوت فورمايكا. الصوت ايه؟ الصوت كلته سونداجيو. طب الحمد لله سمعنا. سونداجيو يعني اتمسح. نهار اسود كله منك. كان زماننا دلوقتي معانا صوت وصوره لونا اللي انت استرخصت وجبت مديح. استرخصت اصلا انا اللي ما عرفتش اركب مايكات في اوضه مريان. ها ليه؟ هو انا اللي نسيت السلم تحت وخليت مديح يطلع ورايا؟ لا ابدا. انا اللي نسيت البطاريات في اوضتنا. ليه؟ هو انا اللي كان عندي اسهال؟ لا 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 ولاد 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 كلام مش هينفع بالطريقه دي. احنا هنسكوباتا. سكوباتا يعني انت كمان يا اخي؟ يعني اتمسح. دي ده سندجو يعني اتمسح. انما هنسكوباتا دي لا مؤاخذه يعني هنتزاف. احنا بالطريقه دي كده مش هينفع. واحنا لسه قدامنا فرصه عشان نعرف ميعاد التسليم. ما قدامناش اي فرصه والخرتيت ده عايش. انا خرتيت بعتذر. العفو يا صبحي بيه مش انت. انا بتكلم على الخرتيت التاني. انا خرتيت مش انت يا عم. انت كمان ايه الغباوه دي؟ انا غبي بعتذر. مش انت يا صبحي بيه. انا بتكلم على الغبي التاني. يبقى قصدك عليا ان اللي غبي بقى مفيش حد معانا في الاوضه تاني. مش انت ولا هو يا زفت. انا بتكلم على الخرتيت الغبي التاني.
انت هايله في التصوير النهارده، احساسك عالي قوي. اصل انا اول مره اعمل رومانتي. ياه معقول يا مودي اول مره؟ ده ملعبي، ده انا كمان لابسه، ده انا لو قلعت احساسي يعلى بقى، وممكن امسك لك الشخصيه من حته انت مش متخيلها. انت عارفه يا تبي انا دايما ايه يا مودي ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ انت فاكرني ايه؟ اقسم بالله ما قصدي اي حاجه وحشه. ياه للدرجه دي؟ انا رخيصه عندك قوي كده؟ مش خايف على سمعتي؟ تباهي تعالي نتجوز دلوقتي حالا. على فكره في حالات فنيه كتير قوي اتجوزوا وهما بيشتغلوا مع بعض. فاتن حمامه وعمر الشريف، شويكارو فؤاد المهندس، اوكا واورتيجا، وفي بوسي ونوره. بس مش هو ده اللي هينقذ سمعتي. امال ايه اللي ينقذ سمعتك؟ 15000 جنيه. يا خساره يا تباهي، انا معيش هنا غير 13 بس، والكارت بطل يسخن. هديك ال 13 واسحب لك اتنين من مصر، وكده ابقى انقذت سمعتك، مع اني مش عارف ايه علاقه دي بدي. قشطه زي بعض. بقول لك ايه يا مودي، مودي مش هتخرجني وتفسحني بقى؟ ده الواد مدير الفندق لما كان عندي في الاوضه امبارح قال لي ان النهارده في حته دين حفله في الاوتيل، كمان شويه هتبتدي. وايه اللي جاب مدير الفندق عندك في الاوضه؟ مفيش، ده كان بيصلح لي الدش، السلك اللي نازل من فوق ده والقنوات فصلت وحكايه. الحمد لله الحمد لله، انا دماغي راحت لبعيد خالص. ايه زيك زي كل الرجاله، غيره وشك غيره وشك. والله ما غيره وشك، دي بتبقى عدم ثقه في النفس. انا عندي الموضوع ده وشغال عليه كويس. الله يسهل لك يا حاج، وفي نفس الوقت ان شاء الله نبقى مع بعض. في ايه يا عم عصبتني؟ مالك في ايه؟ ماله ده؟ في ايه؟ الموبايل. شاكرين يا جدو. شكر يا جدو، في ايه؟ ايه قله الذوق دي؟ خلاص بقى يا مودي، راجل كبير ومش سامع. شكرا. لا يا مودي، ده راجل كبير شكرا بس. عارفه يا تبعي؟ الراجل ده فكرني بعم بتسوقي بتاع الكشك اللي تحت بيتنا في مصر. واحنا صغيرين كان دايما يقول لي انت يا ضيف شله، انت هتطلع وتبقى نجم. وكانه باعت روحه عشان يقول لي ان انا فعلا بقيت نجم. الله يرحمك يا عم بتسوقي. طب ايه الحفله؟ ايه امسك ولا ايه؟ ما انت دافع بقى. يا ولاد يا ولاد، التنات والهرات اللي احنا فيها دي مش هتنفع هنا. احنا كل ده وما طلعناش بمعلومه مفيده، كده الحمله في خطر، الحمله كده هتبوظ مننا. ده احنا حتى معلومه تسليم البتاع امتى ما عرفناهوش. احنا كده لو طولنا اكتر من كده المافيا هتاخد خبر، وكده هيبقى خطر علينا. مافيا ايه وخطر ايه اللي بتتكلم فيه يا بني ادم؟ الخطر اهو، الخطر اهو محاصرنا في كل حته في الاوضه. والله العظيم ما ديح ده اخطر علينا من المافيا. ابوس ايدك يا صبحي، بيه سيبنا اقتله. اسمعوني بس يا ولاد، اللي هقوله ده عاوز حته مزيكا. قول وهركب لك مزيكا. احنا لو عرفنا نركب جهاز تصنط في مريان نفسها، في مريان نفسها، استغفر الله العظيم، هنقدر نعرف ميعاد التسليم امتى بالظبط. انتهبل يا ابني. يا ابني مش قصدي، قصدي انتهبل يا صبحي بيه. كده كويس. ده احنا لو قربنا من مريان الجردات اللي معاها هي ايه؟ هنسكوباتا. هيسكوباتا جامد. كويس قوي، يبقى ما نروح لهاش، نستدرجها. اسكت اسكت اسكت. اسكت دي ايه؟ لا اسكت يعني اسكت خالص، مفيش حاجة. أيوه. اطلع لي عندي، انا عرفت عندي معلومة ان النهاردة في الاوتيل بالليل هيكون في حفلة، والبت مريان دي هتكون موجودة فيه. بس اسكت انت خالص بقى دلوقتي، بعتذر. بالنسبة للبت مريان دي انت تعرف؟ طبعا اقدر اعلقها. لازم البت دي تخرج بالحفلة وهي خاتم في صباعك، ولو فشلنا نقتل مديح بالليل. ¿Cómo va?
يخرب بيت اهلك. وايه ده؟ انت لابس نراضي وطلعت؟ ايه ده؟ الحفله دي ما فيهاش اوبن بوفيه ولا ايه؟ مستر صبحي بعد اذن حضرتك، هو في مينيمم شارج في الحفله هنا؟ عشان انا بس وعدت باين ان انا عازمها على العشاء ومعيش غير 60 جنيه مصري. اطلب براحتك يا مديح. مصر هتحاسب. سوري انا هحاسب، انا هحاسب. طيب استاذنكم تسيبوني عشان عايز بعتذر في موضوع مهم. ماشي. جعانة توتي توتي؟ واقعة يا مودي مودي. مديح اطفي ده، وفر لنفسك يا اخي. طب اوعى قلبي كهربك. بعد اذن العبقري هنروح نتعشى. يلا. الله يلعن ابو اللي شرب بيك يا مديح. بتنادي؟ هي اربع برجر بيض لصوص. بقول لك ايه، كاتشب كتير ما يهمكش، انا اللي هدفع. انا سربت لك الواد ده عشان لو قعد معانا مريان كان لو يمكن تبص على الترابيزه دي اصلا. طب بس عشان الهدف وصل. طب مش هوصيك، تعلقها بسرعه بقى. استنى لما الهدف يستقر في مكانه ويطلب مشروب. لا يا شيخ، ما نستنى عليها لما تتجوز وتخلف احسن. يخلص. هو ده خنزير؟ خنزير؟ لا. ده صمت؟ البرفان ده هيبوظها. يا ابن اللذينة. ايه ده؟ سوري، الاسانس ده فظيع. دي بتقوم. احنا بنهزر. يا ابن القود. ترقص معايا؟ أنا؟ هتجنن واعرف الواد ده اتعلم الرقص فين. اتروض ده، اتروض ما اتعلمته من خبرتي كده. ده شغل محاسن الحلو. محاسن الحلو ده انت اللي حلو، الفيل خدها منك يا قطه. فين جهاز التصمت اللي معاك؟ بل يسعد. انت ازاي بتتكلمي عربي كويس قوي كده؟ انا بتكلم 12 لغه. 12 لغه؟ ده انت جامعه امريكيه بقى. انا مصريه روسيه، جدي مصري وتيتا روسيه. اه شاطها من شرم اكيد. بتضحكي، يبقى شاطها من شرم.
المبرر الوحيد للوضع الغريب اللي انا شايفه ده انها سكرانه طينه ومش شايفه، او تكون غاويه دقن تقيل. قولي لي بقى، انت ليه اخترتي ان انت ترقصي معايا انا بالذات؟ يعني انت متعوده يعني تعملي حاجات غريبه زي كده، ولا ده نوع من انواع العطف والشفقه؟ نو مديح، انا عم بيك فان، بنتي بتحب البرنامج بتاعك جدا. برنامج بتاعنا؟ انا حافظاه بمانجا. مانجا سانجا ومانجا هدى. طب ازاي حضرتك بتشوفيه؟ ده بيجي الساعه 2 الصبح على قناه النيل الثقافيه، انا نفسي ما بشوفوش، وعلى اليوتيوب وان فيو بس. ما هي دي بنتي ناتالي، وان فيو بتحبها جدا. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نلغي الحمله ولا نقتل مديح زي ما اتفقنا ولا؟ هي مش عارف، احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش ميعاد التسليم امتى. ده هيجنني. دي طفله ذكيه جدا يعني، بس خليها برضو تتفرج على الدبدوب عزت. دبدوب عزت ده اقرب شخصيه لقلبي، وده انا تعبت جدا في تحضيره. عزت شخصيه غريبه جدا، عزت حنين قوي، وفي نفس الوقت عنيد، ولعلمك نشيط جدا على الرغم انه دبدب. انا عندي حل تاني. دي ولاعه وسماعه وكاميرا وجهاز تجسس بس، دي في المحلات ب 40 جنيه شركتنا عامله عليها عرض الاثنين. مش وقت تهريج يا صبحي، بقى اعمل بيها ايه؟ دي هتوصل لمريان ومديح اللي هيديها لها. لا لا، انا هنا بعمل اول فيلم بطوله ليا، بس طالع بني ادم بقى عادي يعني. تصدقي يا مريان ان الكلام معاكي جوعني قوي. تاكلي برجر بالبيض؟ نعم دايت. خلاص اكل انا. اكسكيوز مي لو سمحتي، 4 برجر بيض تاني. نو تو ماتش. اي وانت ذا برجرز ناو. اوكي اوكي. سوري ماديا، ام سو سوري، انا اتنرفزت. معلش انا لازم اطلع انام عشان بكره عندي شغل بدري. لا ولا يهمك. لا ده تليفون انا. انا عارفه، بس عشان ناتالي بنتي تكلمك. اه اوكي ماشي. قولي لها بقى عمو لؤي او عمو عزت بقى، شوفي هي بتحب ايه يعني. تمام. ميرسي. جود نايت. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست. يسمعني حين يراقصني كلمات. يسمعني حين يراقصني. ايه الفصلان ده؟ ايوه ايه يا عم مديح؟ ايه ايه يا عم مديح؟ ايه في ايه؟ بالراحه علينا يا عم، مش كده؟ خدنا جنبك على الكنبه يا عم، ده احنا حبايبك. طب تعالى يا عم على الكنبه. يلا ينفع يعني؟ يعني انت يرضيك كل ما اجي اشقط واحده تقول لي مديح شقطني؟ تباهي تقول لي مديح شقطني؟ مريان تقول لي مديح شقطني؟ والله انا خايف تشقطني يا عم. ما بالكش بقى، لعلمك بقى انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي. لعلمك موضوع الجاذبيه والحريم ده والوسامه انا بعتبره منحه من عند ربنا، بس في نفس الوقت هو سلاح ذو حدين، دبل فيس يعني. عشان كده انا واقف في حته مشكله وانا قلبي حاسس بيك، وعشان كده جيت لك يا مديح. طب ما تحكي لي، فضفض لي. هو انت مش طول عمرك بتعتبرني اخوك؟ والله العظيم يا بعتذر، انا بعتبرك يعني. بعتبرك ايه؟ انت لا تعتبر اي حاجه بالنسبه لي، وانا اعرفك. بس بما اننا اتنين مصريين في الغربه، انا مضطر احكي لك. هي دي الحيره اللي انا فيها بقى يا سيدي. اختار مين فيهم؟ اختار تباهي، البنت المصريه الجدعه، بنت البلد الشرقيه اللي تصوم بيتك وتربي عيالك، اللي ترجع من الشغل تلاقي احلى صينيه بطاطس ورز شعريه. تباهي دي بعتذر خلاص، ما بقاش في منها، زي امي وامك كده. لا معلش، امك انت بس. ولا اختار مريان، الأم الأوروبية اللي معتمدة على نفسها وفي نفس الوقت بتربي بنتها، اللي تحس إنها راجل معاك، تقف قدام العالم كله عشانك، بس في الآخر أجنبية، يعني أكيد عندها الإيدز. ده أكيد، بس دي حاجة ما تقلقكش، أنا لو منك مريان بلا تفكير. بس مريان دي من مشيتها كده أنا شاكك إنها مش بره. ثانية واحدة يا مديحة، وأنت مش لسه قايل لي إنها أم؟ آه، عندها ناتالي 4 سنين. 4 سنين تبقى فيرجن شور ولا هتسوحني؟ ده 100%. اقول لك حاجه، مريان دي ديتها انك تفاجئها. بقول لك النهارده ايه؟ النهارده الخميس،
طب ابعت لها جمعه مباركه مع دعاء كده على الواتس، انا معايا نمرتها على فكره. جمعه ايه يا مديح؟ انت خلاص عديت المراحل دي معاها من زمان. بص انت لازم تجيب لها هديه عشان تحسسها ان العلاقه بينكوا عدت من مرحله الصداقه لمرحله الجنس. هما النسوان يموتوا في كده، اسالني انا. هجيب لها هديه منين؟ هو انا ليا اكل؟ انا اخر 13000 جنيه في حياتي اديتهم لتباهي. وبعدين تباهي الغلبانه دي لو عرفت حاجه زي كده مش عارف ممكن تعمل في نفسها ايه. وانا هسيبك يا مديح؟ انا بنفسي جبت لك هديه تديها لمريان. ولاعه، خلي بالك الستات يريلوا قدام الولاعات. ومريان دي زي ما انت شايف حريقه سجاير، يعني كل ما هتيجي تشرب سيجاره هتفتكر مين؟ هتفتكرك انت، عشان انت اللي جايب الولاعه. لا، هتفتكرك انت، لان انت اللي هتدي لها الولاعه. يا هدايا يا معلم. بوب ايه؟ انت كويس؟ كويس. Are you okay؟ اتفضلي. Thank you. ميرسي على السربريز. خدت الولاعة، خدت الولاعة. طيب يبقى ويل دان كله اوكي؟ انت بتعمل ايه؟ بطلب عشا. عشا ايه؟ بقول لك خدت الولاعة. I'm sorry. Sorry. Sì, signor figlio. Penso che questo modo siamo d'accordo su tutto. كلموا ايطالي. ترجم اللي بيقولوه. عايز ايه؟ ترجم اللي بيقولوه. البنت بتقول له يا سينيوري كله لسه في اللانش، واسكت بقى عشان نسمع. Bene. Allora la consegna sarà domani alle 6 del caffè della piazza. الولد قال لها ان ميعاد التسليم الساعة 10 في الكافيه اللي في البيازا. وبيازا يعني ميدان. وكافيه يعني قهوة عشان ما تكترش. تشاو. اتفضلي بقى. ميرسي. بس انا اسفه جدا، بكره عندي شغل بدري ولازم انام. ام سوري بس ميرسي جدا. ثانك يو. بحبك بجنون. ايه ده؟ انا اسف، انا واضح ان انا اتسرعت. انا اسف. صباح الخير. اتفضل اتفضل. لا شوف شغلك يا بسم الله الرحمن الرحيم وربنا يستر. بكره ان شاء الله هنصور اخر مشهد في الفيلم في الميدان اللي قالوا عليه في التليفون ده. الكافيه اللي هيتم فيه التسليم. ماريانو وفيليو هيبقوا متواجدين فيه من الساعه 10 الصبح. جنب الكافيه ده لازق كافيه تاني هيبقى صبحي بيه قاعد بيفطر فيه من الساعه 10 الصبح زيهم. اوكي. طب هطلب ايه؟ مش وقت، مش هتفرق ده. اول ما اقول اكشن هبدا تصوير الاجتماع، وحاضر اسجل الصوت عن طريق المايك اللي مزروع في ولاعه ماريانا. وفي لحظه التسليم هيكون فورمايكا وصل للحته اللي هيضرب فيها مديح بالرصاص. وفي لحظه الصفر هيضرب فورمايكا قنبله الدخان على مكان التسليم. متوقع ان المافيا هتكون زرعه واحد من القناصه على سطح مبنى من المباني، وطبعا مش هقدر اعرف طريقه غير لما يضرب فورمايكا بالرصاص يموته. بعد ما يموت هقدر ارصد مكان القناص واقدر اتعامل معاه. وسط الدخان ده كله هيكون صبحي بيه والرجاله جاهزين. هتخشوا تتعاملوا مع ماريانو والمافيا اللي هيبقوا مخنوقين من الدخان، وهتقدروا تاخدوا البتاعه اللي احنا مش عارفين لحد دلوقتي هي ايه وتطلعوا بيها. وهيبقى في واحد من رجالتنا مختص ان هو يسحب جثه فورمايكا ويدفنها في اي حته. حلوه. خطه حلوه ومحكمه. بس انا مؤاخذه يعني يا باشا، اصل انا كنت سمعت حاجه كده وما رضيتش اقطعكوا يعني في الكلام. حبيبي اتفضل. هو انا فورمايكا هيموت في الخطه دي؟ هو انت ما قلتلوش انه هيموت ولا؟ اوه نسيت. نسيت ايه يا صبحي بيه؟ دي فيها تهريج. انا عقلي دفتر. لا ما انا مش هينفع ان انا اموت، انا مش عامل حساب ان انا هموت بكره يعني. يعني ايه مش هينفع؟ خلاص يا فورمايكا هنظبطها. لا اصل انا اقول لك ما مش هينفع، اصل انا ما سلمتش على حد في البلد. هي الخطه محطوطه كده وهتتعمل كده وهتموت بكره. طب في بقى بس التهريج ده يا صبحي بيه؟ اهدى بس. يلا عشان ننام بدري وتصحى بدري، وانت بالذات لازم تلبس كويس قوي عشان عندك موت الصبح. جنة اللي زينا في الدنيا وبس، واللي جاي حسابه عسير. لو ينفع أأجله هأجله.
يا كلوتي. مش لاقي على الفيلم بتاعك خالص، ملوش اي علاقه، بس نكمل الفيلم لان الفيلم حلو. كتير بموزي الناس ما بتجيش. يلا بقى يا مودي احسن التصوير هيبتدي. شويه نفس انقطع. ايوه يا توتي هاتي الاسانسير انا جاهز. انا اكتر يلا. يعيش ريش جنه اللي زينا في الدنيا وبس، واللي جاي حسابه عسير. بقول لك ايه يا ريس بعد اذنك؟ مش وقتك خالص يا مديح دلوقتي خالص. معلش يا ريس، مش ده المشهد المفروض لما بخش عليهم الاقيهم بيخونوني في البيت؟ طيب المشهد ده يا ريس المفروض ان هو في البيت بالليل، حضرتك ازاي عامله بالنهار في ميدان عام؟ معلش يا ريس انا مش هخدع جمهوري، انا نازل مصر دلوقتي حالا. استنى هقنعك دلوقتي يا مديح. انت لما ترجع بيتكو تلاقي صاحبك مع مراتك في السرير، ده يبقى اسمه ايه؟ فضيحه طبعا. طب لو بقى المطاعم والبازارات والميدان كله بيتفرج عليكم تبقى فضيحه ايه؟ فضيحه بجلاجل؟ شكرا عبقري. فورمايكا ابن جذبة مين اللي كاتب الفيلم ده؟ العمروس يا باشا. عبقري. اوسكار. يلا تصوير اكشن. اوكي طب يلا يلا اوكي. هيفضحنا الراجل ده لازم يموت. اكشن. فين جوزك البطيخة؟ مش جاية النهاردة. طب ما تيجي نخونها في السرية. أنا جاية في أي حاجة يا خلبوسة. أموت في الشمال ونجيب جمال. ينسبتي هيثم. ايه ده؟ ايه العك ده؟ كلوتي؟ في اوضتي؟ مع محبوبتي؟ ليه يا بسنت؟ ليه؟ ده انا بعت اهلي والنادي الاهلي عشان بحبك. سوري هيثم بس انت من ساعة ما دخل فيك الجون الخاروقة وانت بالنسبة لي ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. اخلصي! سمالة! ايه كنا خلاص يا منصور خلاص. انا هلاقيها منك ولا من الالترس ولا من العضله الخلفيه. ايه انت قياتي يا بطيخه؟ اكتر واحد فيك يعيش. ما لقيتيش غير ده؟ ده الاحتياطي بتاعها دي كتله بدلاء. هي هب كولوتي عشان كولوتي راجل، انما انت عوامه عوامه. ما فيش مهمه فكرك يعني لو ربنا شايف. عوامه. ايه العبط ده؟ عوامة. وقف وقف ستوب. ملناش رحمة ليه؟ مديح تعالى لي. ايه يا ريس؟ في حاجة في الأداء؟ أنا والله العظيم عندي أحسن، بس أنا اتوترت من ساعة ما شفت مريان. لا 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 أنت هايل عالمي. بمناسبة مريان بقى اللي أنت كنت معاها إمبارح دي، هي صوتها مدي على محمود ياسين. والله بص هي لما بتشرب صوتها بيغشلك كده، ده حقيقي فاهم. هي بتتكلم صعيدي؟ مش عارف، بس هي قالت لي إنها بتتكلم 12 لغة. مديح أنت اديتها الولاعة؟ الحقيقة لا. انا جبت لها شوكولاته مكانها. ليه ليه يا كافر؟ والله يا ريس انا لقيتها بتشرب سجاير كتير جدا يعني. وانا بصراحه نفسي انها تبطل، وان شاء الله لو اتجوزتها هخليها تتحجب كمان، مش كده احسن؟ وانا اداها حلوه ولا حاجه؟ لا عملت ايه انا؟ بقول لك يا ريس هيثم ده طلع قفص قوي يعني وهيتقتل دلوقتي يعني. انا شكلي وحش قوي قدام مريان، بفكر اغير. ما تفكرش ما تغيرش، خش صور اللي مكتوب وخلاص. اتفضل. حاضر. اتفضل. اسف. نبدأ من الأول؟ ابدأ من أي زفت. أكشن. انتي؟ أنا هظرفك رصاصة في بطنك، هفرتكلك بطنك. اضرب الرصاص بس قسما بالله الطلقة لو جت في الكرة ما حسبك. هتموتي. بعد ما تموتي أنا وبسنت هنتجوز وهنصرف فلوسك ونستمتع بيها كلها. لا 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 يا كلوت ترحمني برحمتك يا رب. لا 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 يا رب الهمني حكمة يا رب العالمين، حكمة يا رب، حكمة واحدة بس يا رب. يا كلوت اوعى يا امسك يد، اوعى يد، اوعى يا كلوت اوعى. يا خرب بيتك يما. لا 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 ما تبقى مديح. ايه فاكرني اقعد كتير ادافع عن نفسي ولا ايه؟ انت ناسي ان انا مهاجم صريح؟ مديح نزل بندقية. انت بتعمل ايه؟ اصبر بقى ماشي معايا. حلوه قوي. تعمل ايه يا حيوان؟ ايوه انا فعلا حيوان بس مش عشان هقتلك دلوقتي. لا لا نزل بندقية مديح. انت مش عارف انت بتعمل ايه كده، هتقلب بجد.
انت اللي حيوان. الله يخرب بيتك. Who the fuck is this guy? No, mi piace questo. Who is he? No, mi piace questo ragazzo. I know him. I know him. He's fucking holding a gun at me. No! No! يا جماعة التهريج ده، الكلام ده مش مكتوب في السيناريو. باظت الحمد لله. ستوب جاد يا رب. ده ايه ده عم تسوقي انت؟ ايه اللي جابك في وسط الناس دي يا راجل يا طيب؟ سلاح يا عم نفسي، انت نفسك ضرب ضرب ضرب. فين السلاح؟ يا عم سجعه. اسكت، مش عارف اسمع. كل الممثلين اشتغلوا مع الجاسوسيه كانوا عارفين. ايوه كلهم. رفض الهجان قبل ما ياخدوه من مصر تل ابيب قالوا له، وادوا له وقت يسلم على اخته اللي هي شريفه اللي كانت عامله دورها عفاف شعيب في المسلسل، وكانت عامله الدور حلو جدا. هي طبعا استاذه. اخرس يا حيوان، مش عايز اسمع صوتك. صبحي وفرمايكا ما بيردوش عليا. الحرام من دين يا مديح، لو جرى لهم حاجة لا تفن أهلك هنا. أهلي مين؟ أهلك أنت. ماشي، حاضر يا حضرة الضابط، بس يكون في علمك أنا راجع مصر دلوقتي حالا أنا وعم تسوقي. أنا عايز أعرف مين ده. مين ده؟ ده عم تسوقي. عم تسوقي مين؟ عم تسوقي يا شباب، عم تسوقي بتاع مصر بتاع الكشك. متخافش عم تسوقي، هبات الليلة في مصر في سريرك. سيب عم زفت ده وخليك ورا صبحي لحد ما يرد، وانا هكلم السفارة. ماشي. الو الو، من فضلك اديني السفير بسرعة بسرعة. ايوه سيادة السفير، انا الو الو. قطع شحن. انا تمام. كلمت صبحي؟ لا، كلمت المخرج البلاوتي، قال لي ينفع ارجع بس هعمل دور الكلب مدحت. تعمل ايه؟ الكلب مدحت. انت صهيوني يالا؟ صهيوني؟ ايه؟ هات موبايلك. لا موبايلي مش هينفع، معلش، عندي صور بنات محجبات اصحابي من غير حجاب فمش هينفع، انا اسف. اوعى امسك يا عم. اسمع، خد عم زفت ده وروح اقعده في الاوتيل اللي هناك ده، شوف لنا اوضه نداره فيها. استنى اسمعني كويس، عايزك تمحي اي اثر يقول ان احنا كنا في معركه او يعرفوا بمكاننا. فاهم؟ دن فاهم؟ دن بقول لك. بعتذر. استخبى بسرعة، عارفوا مكاننا. كتفش، أنا اللي فجرتها. سيجارة في تانك البنزين كده، مستحيل يعرفوا يجيبونا. بتعمل إيه يا عم؟
استنانا انا وعم بتسوي سولدي ماني ماني نو ماني نو ماني ما سنة بادا سترونزو veramente lo prenda e se ne vada ma cosa pensa qua che siamo خلاص اهدي اهدي عم بتسوي انا مش قصدي ابيعك سيختك ولا حاجه انا هردها لك اول ما نوصل مصر ما تخافش ليله واحده تقمطش عليها كده تنفع دي هي طبعا مش قد المقام يعني بتاعت عم تسوقي راجل غلبان رولكس مش عارف الصراحه هي بتاعته اونو اوتو لا اوضه واحده احنا اصحاب هنزلنا يعني زي السيف كده شكرا ممكن ابقى اخش على الفيس من عندك من هنا Vuole questo? Ah? Sì, sì, senza problemi. Prego, tenga. Si può sedere là, sì. Mesh, shukran. Di niente, di niente. قلت لك هتروق احنا يا راجل يا طيب. يلا نخش الأوضة بقى نعمل شاي وتقعد بقى تحكي لي. يلا. يا فندم ما طبيعي إن أنتوا كإدارة ما تعرفوش حاجة عن العملية لأن العملية سرية. كل حاجة بنبلغ فيها كاستفهار. حضرتك تقدر تتصل في مصر باللواء العمروسي وقول له حملة فريزر هو هيثبت لك كلامي. طب قول جوازات السفر معاكم انفجروا يا فندم انفجروا في العربيه زي ما قلت لك طب اديني عقلك وامشي حالك اعرف منين ان انت مش متزوجني ازولك الاوفيس بوي معايا ولا مين انا مش فاضي للجوع ده خالص احنا عندنا بعد يومين في ايطاليا هنا مهرجان البيتزا الدولي بنحاول نعمل توأمه بين البيتزا الايطالي والطعميه المصري اول مره في العالم يا استاذ هنعمل بيتزا بالطعميه اول مره يا فندم في بيتزا بالطعميه في مصر اتحداك في الشبراوي انا اكلتها انا سالت في الشبراوي يا فندم احنا في ايه ولا في احنا بنموت هنا استنى يا فندم الو 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 مديح انا مريان انا مش مديح انا سراج اوكي الناس بتوعك كلهم عندي هنا مين بالظبط اللي عندك فورميكا صبحي وطباهي وايه المطلوب مني عشان اخد الناس بتاعتي تجيب الباترينو نسلمك كل الناس بتوعك الباترينو مين؟ زعيم المافيا زعيم المافيا؟ ايوه زعيم المافيا ولو اتلمست شارة منه هتموت انت وكل اصحابك وما تنساش بالكرسي بتاعه كرسي بتاعه؟ يا نهار اسود عم تسوقي؟ questo è quello che volevi mi hai già tradito una volta Se tu mi triderai un'altra volta. بيقول لها ايه؟ بيقول لها انت عملت معانا الشقلباز اول مره ساعه التسليم. حصل. اقسم بالله وملك عليا حلفان لو اتشقلبت علينا تاني هكون عامل معاك الكلازوني والكلازوني يعني الجلاشه. Ti do i soldi per esso. E si conosce. Hai già pagato per la tua vita. Si vuole il mago. استنى استنى استنى. ده الواد طلع جامد قوي. الواد عايز يطمخ على الفلوس وكمان عايز ياخد منه البتاع والبنت تقول له حرام عليك يا اخي هتعمل فيا اكتر من كده خدت البتاع وخسرت رجالتي والبتاع دي كانت رزقي ورزق عيالي حرام عليك والوضع عامل من ميلاده ايه ده اللي انت بتقوله؟ انت بترجم كلامهم ولا بترجم كده النساء؟ شش الراجل فين؟ ما تقعدش تنفني في الراجل فين؟ مات مات الراجل مات يا عبرة الظابط عم تسوي مات كان نفسه يرجع مصر ويشرب مني لمصر تاني البسمة الوحيدة اللي في حياتي ماتت خلاص نهار اسود يعني الامل الاخير اللي كان لنا ان احنا نرجع بلدنا مات انت عارف اللي انت مسميه عم تسوي ده طلع مين؟ طلع اكبر راس في ايطاليا الباترينو الباتشينو الباترينو يبقى رئيس المافيا لا ما تقولش كده يا عم تسوي هو مستحيل يخدعني ده ميت وهو بيضحك لي حتى وانا بدفنه بايدي كان وشه منور زي البدر الله يرحمك يا عم تسوي دفنته؟ بايدي الله ما عمله يا مسكوت سلطان الله برضه مش هو وادخله الجنه وعايزه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين مين دول؟ دفنته فين يا غبي؟ ما اعرفش ما اعرفش بقول لك عيني كانت مرجرجه بالدموع حرام عليك اللي انت بتعمله ده انت كافر يا عم حرام عليك سيب الراجل يستريح في تربته انت اصلا ما بتحبش الراجل ده عمرك ما حبيت عم تسوي انت ما تفتفش ما تفتفش حاضر ما تفتفش حاضر انزل احفر معايا لا انا هقرا القران
الله ما في واقف عنه واكرم نزل اغسله بالماء وصل جوه البرد. استنى ده الختم بتاعه؟ ايوه شد معايا. اسمعني كويس، الراجل ده هو الحاجة الوحيدة اللي مخلينا عايشين لحد دلوقتي. لو المافيا شمت خبر انه مات او جراله حاجة احنا مش هيطلع علينا صبح، عشان كده لازم نفضل محافظين عليه لحد ما نرجع بلدنا. يعني اي حركة غباوة منك تاني يا مديح ما تزعلش مني، هقتلك واسلم نفسي. فاهم؟ 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 انا مش مصدق ان كل ده حصل في يوم وليله، كل حاجه تضيع كده تباهي. عم تسوق الله يرحمه، حتى انت يا مريان بعتذر في فرشة الكابينيه. والله العظيم انت كافر، حرام عليك. انا ايه ده؟ عم تسوق لابس باروكه؟ مريان اقفل البتاع دي ولبسه الباروكه. يلا. ايوه يا مريان. زين ما دوري مي بابا وين ذا باترينو؟ ليه ما جبتوش معاك؟ مش لما نتفق الاول؟ ما che cazzo dici lui? Dobbiamo fare un giro. Mi fai nervoso, lo posso uccidere questo figlio di puttana. Ma che devi sta per zucchetta? I can kill him right now. You got it? واضح ان مستر فيليو مش عارف هو بيتعامل مع مين. انا لو ما رجعتش في خلال ساعه مديح هيخلص على البادرينو فورا. مديح مين؟ النجم السينمائي ده؟ النجم؟ اللي انتم ما تعرفوهوش ان مديح البلبوسي يبقى واحد من اهم واخطر رجالتنا، وموضوع التمثيل ده كاموفلاج هو عامله بقاله اكتر من 30 سنه، وواضح ان انتم شربتوه. I'm so sorry، انت مش عارف انت بتلعب مع مين. فيلو هيديك فرصه اخيره تمروا، لازم تجيب الباترينو بالكرسي بتاعه، ساعتها هنسلمك كل الناس بتوعك. اوكي؟ لا مش اوكي. وانا اضمن منين؟ انا مش هقدر اسلمكم البادرينو غير لما اطمن على الناس بتاعتي. Lui non darà al patrino fino a quando non saranno tutti ok. Dobbiamo fare un video call. Che video call? Video call. انا صبحي بيطمني عليكم، كلكم عايشين ولا حد مات؟ ما تقلقش يا معتذر، احنا جامدين، احنا اقوياء، طمني عليك انت. احنا بنموت. ما تخافش يا صبحي بيه، انا مش هرجع مصر من غيركم، مش عشانك على فكرة، عشان ما اقعدش في بيتنا تاني. خد بالك منهم بس. خلاص بقى امشي بقى. بص انت زي ما طمنت على الناس بتاعتك، احنا كمان من حقنا نطمن على الباتينو. مش عارف اعتذر اتأخر. معاك المقدم مديح البلبوسي. مقدم. هاي مريان. العميل مديح البلبوسي بيصبح المافيا. معاكم البدرين اهو. سليم قبل ما نقطعه حتت. فين يا بوتانا؟ كده ابوك هيتأذي. بابا، نو تي بريكوباري. نو تي بريكوباري بابا. ايه ده؟ بطارية البتاع ده ولا ايه؟ بليز كونفيجر يور فينجر برينت. يا ابن اللعيبة يا عم تسوقي. رونج فينجر برينت. اتدرينو سوي بنسانة فينجر برينت.
البادرينو. Please put your gloves. ايه الحلاوه دي؟ كنت بتحب تتبسط انت برضه عم تسوقي. كانتري سيلكتد ايجيبت. هاي دي حلوه كده ومكتوب عليها مصر. هتشوف بقى بلد تانيه. ايه يا عم الجيم العجيبه دي؟ فرنسا؟ نلعب الصبح بقى في الشمس ولا ايه؟ دي بتقلع عم تسوقي. 22 morts en quelques minutes. La France touchée par la canicule. Une augmentation énorme et subite de la température. Un imprévu pour Météo France. Un phénomène qui n'a pour l'instant aucune explication scientifique et logique. في حد بيلعب في الجهاز يا حضرة الضابط. جهاز؟ جهازي. بقول لك ايه، الراجل باروكته طارت خالص. انا قربت اخلص اهو، وصلت الحاجة؟ ابتديت اضغط الجهاز بس بوظت ثلاث بلاد في الشويه دول، تقريبا اليابان غرقت. طب ها عرفت يعني بيشتغل ازاي؟ بص بالبلدي كده، الجهاز ده عامل زي كوبري. كوبري بياخد الطاقه ينقلها من مكان لمكان عن طريق قمر صناعي. يعني هم عشان يخلوا مصر بالبروده دي سحبوا البروده من روسيا وصبوها عندنا في مصر. طب ما يلا يا معلم رجع مصر زي زمان. ما ينفعش، لو سيحت التلج مره واحده البلد هتغرق والكارثه هتبقى اكبر من الاول. التلج لازم يسيح بالتدريج. احنا كل اللي علينا ان احنا ناخد الجهاز ونسلمه للمتخصصين في مصر. طب ما يلا نرجع مصر دلوقتي حالا ونديهم الجهاز. قلت لك انا مش هرجع من غير الناس بتاعتي. ادعي بس في مشوار بكره ربنا يكرمنا. يكرمك ان شاء الله. ربنا يكرمنا فيه. يكرمك ان شاء الله يا بعتذر. هو انت معلم مش ملاحظ ان انت ضيعت حلم حياتي؟ أنا مستحيل أمشي وراك تاني. من النهاردة أنا وأنت كت. أنت عارف الحاجة الوحيدة اللي أنا استفدتها منك؟ أنا كنت شاكك فيها أصلاً بس أنت أكدتها لي يعني. إن أنا ممثل فاشل. أنا صعبان عليا بس إن أنا اللحظة كده كنت فاكرك مخرج شاطر. طلعت ظابط وفاشل. وأفشل مني كمان. عندك حق يا مديح. أنا فعلاً ظابط فاشل. وفشلي ده قعدني في بيتنا سنتين ما بشتغلش، وطول الوقت كنت بعلق فشلي على اللي حواليا. لكن انا مش هفشل المره دي. احنا عندنا فرصه نرجع مصر بالجهاز والناس اللي معانا، بس انا مش هعرف اعمل الموضوع ده لوحدي. انا محتاج معايا ممثل، مش اي ممثل، انا محتاج ممثل شاطر. يا عم والنبي كفايه تهذيب. انا بعمل دور فيل، دور كلب، دور قطة. عملت قطة أنا قبل كده. غريبة، مع أني اتفرجت عليك وأنت عامل دور العميل مديح البلبوسي وأقنعتني جدا. مش أنا بس، ده أنت أقنعت المافيا بحالها. بجد اقتنع؟ مديح، زي ما ابتدينا الفيلم يلا نكمله للآخر. Shut up!
محدش يضايقه. قول له ما يزعقش وفهمه ان اي حركه غدر منه او من رجالته هنفجر البدرينو بالحزام الناسف اللي حوالين وسطه. هقول له خليهم ينزلوا السلاح. لو تسمع بنضايقك احنا يفارو سبلودري تو بدري. شوف primo dame mio padre e poi ti ridano due persone. عنده حق الراجل، عنده حق. بيقول لك الصياعه ادب يا حمامه، تسلم لي الراجل بتاعي اسلمك رجالتك، وكده تبقى خلصانه بشياكه. ومين ده على مريندا؟ هو قال مين ده على مريندا؟ لا ده ابداع لحظه مني، قلت بس اهدي الجو شويه عشان عايز اشوف امي. طب قول له بقى. قول لك يا ريس، انا عندي رد حلو قوي في الحته دي. قول. بقول لك يا فورمايكل، قول له ان اول درس اتعلمناه في عالم الجاسوسيه ان اللي بيتكلم كتير ده عاده بيبقى زرط في الهواء الطلق. حلو. قول له يسلمنا الناس بتاعتنا نسلمه الجثه بتاعته. اه ما ترجمش ليه يا فورمايكا؟ تمام. هو انا عبيط اترجم ايه؟ e poi ti ridano le altre persone. قفش اخلص، مش عايز اقول لك عملوا ايه في الباشا الكبير. طب ما البنت كانت قدامهم. انهي. اوكي اوكي تشينج. استر يا رب. ابوس ايدك يا اسبت. ايه ده جاي؟ يلا بابا. بابا 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 روح. أديامة رجعتي. أديامة رديت لبابا. يس يس أخيرا عملت حاجة صح. ما تنبرش فيها لسه لسه.
هانم احنا زرنا النبي والله. تفضلي هانم تفضلي تحت. ميرسي ميرسي قوي. مين فيكم اللي هيقلعني؟ لا لا هيقلعني الجاكيت. الجاكيت. شو سبقني الشاي ده. ميرسي ميرسي قوي قوي. بونجور يا فندم جدا. بونجور ايه احنا بونسوار. بتشوفي حضرتك. احنا بنعمل فيلم دايت دايت؟ قصدك فيلم عن التخسيس؟ لا لا حضرتك احنا بنعمل فيلم دايت كوميدي خفيف. لايت كوميدي. حضرتك عندك 19 سنة؟ لا عشان نبقى منطقيين خليها 20. شو قلت لك شايف الامانه وبعدين جمهورنا بقى ذكي بيفهم الحاجات دي. وبتشاء الصدف الجميله انك بتكوني بتلعبي جمباز في نفس النادي اللي بيلعب فيه هيثم. مين الجان برومي البطل مفتول العضلات ممشوق القامه اللي هيلعب قدامي دور هيثم؟ بطل الفيلم مديح البلبوسي. ازيك يا رجاء عامله ايه؟ انا متاكد ان احنا هنعمل كابلز رائعين جدا يعني. انا متاكد كده متفائل جدا بس كان نفسي في طلب معلش لو في غنوه. غنوه ايه؟